مشاهدون نشرة الأخبار مباشرة من قناة العيون، ونعتذر لكم عن هذا التأخير في بدايتها. وفي نشرة هذا المساء نتابع في أبرز العناوين: جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى 68 لثورة الملك والشعب. تسجيل أكثر من 8000 إصابة جديدة بكوفيد 19 وحوالي 8600 حالة شفاء و115 وفاة خلال 24 ساعة الماضية. المستشفى الميداني بجليميم تجهيزات ومعدات متطورة وكوادر طبية مؤهلة لمواجهة وباء كورونا. أهلا بكم في نشرة أخبار هذا المساء. وجه جلالة الملك محمد السادس نصره الله خطابه السامي بمناسبة الذكرى 68 لثورة الملك والشعب لشعبه الوفي. مضامين الخطاب الملكي السامي في تقرير لمحمد التاوسي. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي إلى الأمة بمناسبة الذكرى 68 لثورة الملك والشعب أن تخليد هذه الذكرى هي خير مناسبة لاستحضار قيم التضحية والوفاء في سبيل حرية الوطن واستقلاله، وهي ليست فقط حدثا تاريخيا. إن تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب هي خير مناسبة لاستحضار قيم التضحية والوفاء في سبيل حرية الوطن واستقلاله، وهي ليست فقط حدثا تاريخي، وإنما ثورة مستمرة تلهم الأجيال المتعاقبة بنفس روح الوطنية الحقة للدفاع عن الوطن ومؤسساته ومقدساته، كما تأتي قبل أيام من الانتخابات المقبلة تتزامن مع مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات في إطار تنزيل النموذج التنموي وتفعيل الميثاق الوطني من أجل التنمية. كما أكد جلالته على أن الاستحقاقات تؤكد عمق الممارسة الديمقراطية ونضج البناء السياسي المغربي، وتتميز هذه الاستحقاقات بإجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية في نفس اليوم، وهو ما يؤكد عمق الممارسة الديمقراطية ونضج البناء السياسي المغربي. شعبي العزيز، إن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية تخدم مصالح المواطنين وتدافع عن قضايا الوطن، لأننا نؤمن بأن الدولة تكون قوية بمؤسساتها وبوحدة وتلاحم مكوناتها الوطنية
وهذا هو سلاحنا للدفاع عن البلاد في وقت الشدة والأزمات والتهديدات. وهو ما تأكد بالملموس في مواجهة الهجمات المدروسة التي يتعرض لها المغرب في الفترة الأخيرة من طرف بعض الدول والمنظمات المعروفة بأدائها لبلادنا. كما أكد جلالته على أن المغرب مستهدف لعدة أسباب. فالمغرب مستهدف لأنه دولة عريقة تمتد لأكثر من 12 قرنا فضلا عن تاريخها الأمازيغي الطويل، وتتولى أمورها ملكية ومواطنة منذ أزيد من 4 قرون في ارتباط قوي بين العرش والشعب. والمغرب مستهدف أيضا لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار التي لا تقدر بثمن، وخاصة في ظل التقلبات التي يعرفها العالم. ورغم ذلك فالمغرب والحمد لله معروف بسمعته ومكانته التي لا نقاش فيها، وبشبكة علاقات واسعة وقوية، ويحظى بالثقة والمصداقية على الصعيدين الجهوي والدولي. ينطلقون من مواقف جاهزة ومتجاوزة، ولا يريدون أن يبقى المغرب حرا وقويا ومؤثرا، يقول جلالته عن أعداء الوحدة الترابية للمملكة. يتعرض المغرب على غرار بعض دول اتحاد المغرب العربي لعملية عدوانية مقصودة، فأداء الوحدة الترابية للمملكة ينطلقون من مواقف جاهزة ومتجاوزة، ولا يريدون أن يبقى المغرب حرا قويا ومؤثرا. وقليل من الدول خاصة الأوروبية التي تعد للأسف من الشركاء التقليديين تخاف على مصالحها الاقتصادية وعلى أسواقها ومراكز نفوذها بالمنطقة المغاربية. وفي خطابه السامي أكد جلالة الملك محمد السادس على أن مؤامرات أعداء وحدتنا الترابية لا تزيد المغاربة إلا إيمانا وإصرارا على مواصلة الدفاع عن وطنهم ومصالحه العليا. فمؤامرات أعداء وحدتنا الترابية لا تزيد المغرب إلا إيمانا وإصرارا على مواصلة الدفاع عن وطنهم ومصالحه العليا. وهنا نؤكد بأننا سنواصل مسارنا أحب من أحب وكره من كره، رغم انزعاج الأداء وحزن الحاقدين. المغرب لا يقبل أن يتم المس بمصالحه العليا، وفي نفس الوقت يحرص على إقامة علاقات قوية بناءة ومتوازنة خاصة مع دول الجوار، وهو نفس المنطق الذي يحكم توجهنا اليوم في علاقتنا مع جارتنا إسبانيا، يقول جلالته. شعبي العزيز، هناك من يقول بأن المغرب يتعرض لهذه الهجمات بسبب تغيير توجهه السياسي والاستراتيجي وطريقة تعامله مع بعض القضايا الدبلوماسية في نفس الوقت. هذا غير صحيح، المغرب تغير فعلا، ولكن ليس كما يريدون، لأنه لا يقبل أن يتم المس بمصالحه العليا، وفي نفس الوقت يحرص على إقامة علاقات قوية بناءة ومتوازنة خاصة مع دول الجوار، وهو نفس المنطق الذي يحكم توجهنا اليوم في علاقاتنا مع جارتنا إسبانيا. صحيح أن هذه العلاقات مرت في الفترة الأخيرة بأزمة غير مسبوقة هزت بشكل قوي الثقة المتبادلة وطرحت تساؤلات كثيرة حول مسارها، غير أننا اشتغلنا مع الطرف الإسباني بكامل الهدوء والوضوح والمسؤولية. كما أكد جلالته على أنه إذا كانت ثورة الملك والشعب قد شكلت منعطفا تاريخيا في حرية المغرب واستقلاله، فإننا اليوم أمام مرحلة جديدة. إذا كانت ثورة الملك والشعب قد شكلت منعطفا تاريخي في طريق حرية المغرب واستقلاله، فإننا اليوم أمام مرحلة جديدة تتطلب الالتزام بروح الوطنية الحقة لرفع التحديات الداخلية والخارجية. ونغتنم هذه المناسبة
لنترحم على أرواح شهداء الوطن الأبرار وفي مقدمتهم بطل التحرير جدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس ورفيقه في الكفاح والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1443 هجرية 2021 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 486 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 389 سجينا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 379 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. أما المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 97 شخصا فهم موزعون كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 36 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 47 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 2 شخصين. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا لرأفة ورحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. وترأس ولاة الجهات الجنوبية 3 للمملكة بمعية شخصيات مدنية وعسكرية حفلات الإنصات للخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الأمة بمناسبة الذكرى 68 لثورة الملك والشعب. ومتجاوزان ولا يريدون أن يبقى المغرب حرا قوي الحقوق والحريات في توازن بين دول المنطقة الوطني ومصالحه العليا. على الصعيدين الجديدين.
لأنه وطن قوي بين العرش والشعب. ويشكل تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب مناسبة لاستحضار معاني ثورة وطنية متجددة لبناء وإعلاء صروح الوطن وصيانة وحدته الترابية. 20 من غشت هو استحضار لمحطة تاريخية بارزة شكلت إحدى أروع صور التلاحم في مسيرة الكفاح الوطني الذي خاضه الشعب المغربي الوفي بقيادة العرش العلوي الأبي في سبيل حرية الوطن واستقلاله ووحدته. تقرير علي القبش ونجية بوشلكة. 20 من شهر غشت عام 1953 محطة فارقة في التاريخ الوطني عندما اندلعت ملحمة شعب متشبث بملكه ووحدة وطنه تجاه مستعمر حاول نفي الأسرة العلوية بقيادة الملك الراحل محمد الخامس رغبة في إخماد نيران الكفاح الوطني. السلطات ديال الإقامة العامة للحماية الفرنسية سعات باش تنفي جلالة المغفور الله محمد الخامس لتفصم العلاقة القوية والعرى الوثيقة بينه وبين شعبه. الرد لم يتأخر عبر ربوع الوطن، انتفض الشعب، شكلت الخلايا الفدائية والتنظيمات السرية وانطلقت عمليات المقاومة. ظهرت مجموعة من الخلايا السرية قامت بكثير من العمليات الفدائية، وقد اشتهر من في صفوفها عدة مقاومين ومن بينهم محمد الزرقطوني ثم علال بن عبد الله. الرباط 11 شتنبر 1953 الشهيد علال بن عبد الله يستهدف صانعة الاستعمار بن عرفة. عندما قام الشهيد علال بن عبد الله بأعماله الجريئة طبعا كانت لنا مثالا في التضحية والفداء. 7 نوفمبر 1953 تفجير القطار الرابط بين الدار البيضاء ووهران. كانت يعني عملية جريئة اللي خطط لها أعضاء المقاومة والفداء. 24 جنفر 1955 تفجير السوق المركزي بالدار البيضاء. هذه العملية الكبيرة اللي كانت هي كانت السوق المركزي اللي تعملت في تاريخ 24 ديسمبر على أساس أن هذاك عيد ونويل اللي تنقوله احنا دائما 24 ديسمبر باش تكون عندها وقع آخر، لأن الوقع اللي كانوا عملوا الفرنسيين والنفي ديال محمد الخامس كان مناسبة ديال عيد الأضحى. في مواجهة بطولات وتضحيات تابع تفاصيلها أبو الأمة من منفاه، مستعمر قمع ونكل وحاول بشتى الطرق تطويع إرادة الشعب، لكن محاولاته باءت بالفشل ليردخ المستعمر. ومن فرنسا أعلنها جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس. وسنعود إليك أيها الشعب النبيل إن شاء الله، ونحن على ما تعهد منا من إيمان قوي وثبات على المبدأ وسهر على مصالح الأمة وعمل على ما فيه خيرها وسعادتها. عدت يا خير إمامي. عاد الملك الشرعي مظفرا إلى بلده يحمل بشرى الاستقلال ويعلن عن انطلاق معركة الجهاد الأكبر لبناء مغرب المستقبل. وإلى إقليم سيدي إفني، وتخليدا لذكرى 68 لثورة الملك والشعب، نظمت المندوبية الإقليمية للمقاومة وجيش التحرير بتنسيق مع منتدى الصحراء للحوار والثقافات فرجيهة قليميم ودنون أنشطة إشعاعية بالمناسبة. المزيد مع حافظ محضر سيد أحمد مسيريب وجمال الخصاصي. في الذكرى 68 لثورة الملك والشعب، مهرجان الخطابي بفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة بسيدي إفني يستحضر لحظات ومحطات مشرقة لهذا الحدث الموشوم في الذاكرة الوطنية.
حدث يرمز لنضال وكفاح المغاربة حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية وبطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه. مهرجان خطابي يسلط الضوء على هذه الملحمة التاريخية الوضاءة التي تعد محطة من المحطات البارزة والوضاءة في مسيرة الاستقلال وتحقيق الكرامة والوحدة الترابية، فهي ذكرى نوعية وجيلية انتقلت من جيل إلى جيل وتتجدد في مسيرات البناء والنماء والتقدم والازدهار. المغاربة الأحرار داروا المقاومة ضد المستعمر الفرنسي في المنطقة الاحتلال الفرنسي، وحتى في هذه المنطقة هذه ولو يعني كان دولة أخرى هنايا، ولكن نفس المشكل كل شيء الناس يعني كانت في ذيك الوقت كيقولوا يطلبوا الرجوع ديال المرحوم محمد الخامس إلى عرشه. وبالموازاة مع هذا المهرجان الخطابي ورشة تكوينية تستهدف أبناء المقاومين بإقليم سيدي إفني تتناول موضوع التمكين الاقتصادي لهذه الشريحة، محاور وتناولات تبرز أسس تملك آليات التدبير الناجع للمشاريع المذرة للدخل وسبل التسويق الأمثل للمنتوج. هذه الدورة التكوينية لتمكين أبناء المقاومين وأعضاء جيش التحرير اقتصاديا من خلال إعطائهم الآليات وكيفية إحداث مقاولات صغرى أو كيفية أن تمكينهم اقتصادي مساهم بشكل يساهم في تطوير وتنمية البلاد. ماشي هذه الدورة الأولى، يعني خضعنا مجموعة من الدورات التكوينية أبناء المقاومين في إطار المقاول الذاتي في إطار التعاونيات الفلاحية، واليوم درت الدورة التكوينية لشباب أبناء المقاومين ديال التعاونيات الفلاحية. استفدنا من هذه الدورة مرة يعني الدورة يعني مجموعة من الأمور التي يجب أن تتوفر في المقاول وكذلك في المتعاون. حدث وطني بارز وذكرى وضاءة وحاسمة في مسيرة النضال الذي خاضه المغاربة لصد الاعتداءات الاستعمارية، نضالات قدمت نماذج رائعة وفريدة في تاريخ تحرير الشعوب من براثن الاستعمار، وأعطت المثال على قوة الترابط بين العرش والشعب. وإلى الملف الصحي، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 8216 إصابة جديدة بكوفيد 19 و 8671 حالة شفاء و 115 وفاة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية. هذا وذكرت الوزارة في نشرة اليومية لنتائج كوفيد 19 أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد بلغ 17,220,526 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 12,810,414 شخصا. وتفاصيل أكثر عن الحالة الوبائية بالجهات الجنوبية الثلاث مع علي الكبش من مدينة العيون. مساء الخير. 424 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس سجلت خلال 24 ساعة الماضية عبر الأقاليم العشرة المشكلة للجهات الجنوبية الثلاث. 187 حالة إصابة سجلت على مستوى جهة قليميم وادنون، مع تسجيل 8 حالات وفاة رحمهم الله
ثلاثة بإقليم قليمين، ثلاثة بإقليم سيدي إفني، وحالتان بإقليم طنطان. فيما جهة العيون الساقية الحمراء توقف الرقم عند 133 حالة إصابة جديدة، جنبا لتسجيل ثلاث حالات وفاة، حالتان بإقليم العيون وحالة بإقليم السمارة، بينما جهة الداخلة وادي الذهب استقر بها العدد عند رقم 104 حالة إصابة جديدة دون تسجيل أي حالة وفاة. أرقام غير مطمئنة ومختلفة باختلاف الجهات، تأتي موازاة مع استمرار الحملة الوطنية للتلقيح بمختلف أنحاء البلاد، حيث تجاوزت عدد 12 مليون ملقح عبر جرعتين، فيما تجاوزت رقم 17 مليون على مستوى المواطنين الذين أخذوا الجرعة الأولى من اللقاح. يأتي هذا في سياق مواصلة السلطات العمومية جهودها ودعوتها من أجل التقيد بالتدابير الوقائية المعمول بها والرفع من منسوب اليقظة والحذر حتى تهوي الأرقام إلى عتبة الصفر. والمستشفى الميداني الذي أحدث بقليميم لمواجهة جائحة كورونا جهز وفق مواصفات تجعل منه وحدة صحية متكاملة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات الحرجة والخطيرة. مستشفى يعتمد تجهيزات ومعدات جد متطورة وكذا موارد بشرية مؤهلة لمواجهة الخطر الوبائي. ريبورتاج حافظ محضار محمد لميل جارح وجمال خصاصي. المستشفى الميداني لعلاج المصابين بفيروس كورونا على صعيد جهة قليميم وادنون وحدات استشفائية متكاملة مجهزة بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية المتطورة التي عبئت لتقديم الرعاية الصحية للحالات الحرجة والتي تتطلب الإنعاش. 128 سريرا، 88 منها مخصصة للحالات الخطرة، وضعت رهن إشارة هذا القطب الاستشفائي الذي جند أيضا أطقما طبية متخصصة. هذا المستشفى مجهز بأحدث التجهيزات والحمد لله تم توفير دونك الموارد البشرية ديال في على مستوى المستشفى الجهوي، دونك ما يزيد عن 40 ممرض في جميع التخصصات لي دونك لي زيرجونتيست لي زانيستيزيست لي بوليفالون لي زيد سوانيونت وطبيبين في الانعاش والتخدير. دونك هذا المستشفى جا للتخفيف على 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 المستشفى، لان واحد الوقيته دونك كان ارتفاع ديال الحالات الوافده على المستشفى، وهذا الحمد لله بفضل جميع الجهود المضافره الجهود ديال جميع لي زانترفونون المتداخلين. هذا المستشفى هذا اللي تنجز في واحد الظرفيه قياسيه، وبالإضافة إلى الإمكانيات اللوجستية المهمة التي يتيحها هذا المستشفى الميداني، موارد بشرية مهمة تتوزع على طاقم طبي وتمريضي على أتم الاستعداد لمواصلة المعركة ضد وباء كوفيد-19، معركة تتطلب نفسا طويلا وتضحيات جسام، لكن يبقى الالتزام والوعي ويقظة المواطنين والتقيد بالضوابط الوقائية الصحية الأساس لكبح جماح الجائحة. هذا المستشفى الميداني غيكون متنفس العديد من المرضى اللي ما كانوش لاقيين بلاصتهم، اللي كانوا فريمون كيتكرفسوا في بلايص اخرين. مي للاشاره وهذه النقطه اللي يعني كنسطروا عليها، انه رغم انه دابا كاين مستشفى ميداني كاين بهاد التجهيزات بكل شيء، ولكن باقي خاص المواطنين يبقاو متبعين الاحترازات الوقائيه، متبعين جميع التدابير الاحترازيه باش ما نزيدوش نطيحوا في شي بيك يعني اكثر من هذه اللي حنا فيها دابا. المستشفى الميداني جاء اليوم ماشي كحل الكوفيد، بل حل هو حلين، حل زعما كاين خاصنا نتعاونوا بالمواطن يحترم الاجراءات التباعد الصحي والاحترازات الصحيه اللي قررتها الحكومه، هذه اولا. وثانيا حنا اللي جا مريض بكوفيد 19 راه غادي ان شاء الله راه الطاقم التمريضي والطبي سوف يتكفل به ان شاء الله. موارد بشرية مصممة على مواصلة معركة القضاء على الوباء بما يقتضيه الواجب المهني والمسؤولية الأخلاقية، سندها في ذلك الروح الوطنية العالية وحزمة الإمكانيات اللوجستية الهامة التي سخرتها المصالح الصحية من خلال هذا المستشفى الميداني، والذي يؤكد تأهب المملكة واستعدادها التام لمحاصرة الوضعية الوبائية بكل أرجاء البلاد.
والآن مع جولة في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد مع سيد أحمد مسيريب. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة نهاية الأسبوع من صحيفة الأحداث المغربية، وكتبت: عوض التجاوب مع مبادرة المغرب الداعية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار بدون شروط مسبقة وحل خلافات البلدين لصالح الشعبين ولصالح المنطقة ككل، اختارت الجزائر الهروب إلى الأمام بشكل جعلها محط سخرية، حيث وجه المجلس الأعلى للأمن في الجزائر اتهاما صريحا للمغرب بدعم لجهات تقول إنها كانت وراء حرائق منطقة القبيل، وفي نفس الوقت قرر إعادة النظر في العلاقات بين البلدين. صحيفة الأخبار كتبت في عددها الصادر نهاية الأسبوع: تقدم فرحات مهني رئيس جمهورية القبائل والمقيم في فرنسا بشكاية رسمية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من رئيس النظام الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، حسب ما كشف عنه أكسل بالعباسي مستشار مهني. ويتهم فرحان مهني من خلال هذه الشكاية الممثلين الرسميين للسلطات الجزائرية على رأسهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والجنرال السعيد شنقريحة بتنظيم وتنفيذ إبادة جماعية في منطقة القبائل بوسائل غير مسبوقة. صحيفة برلمانكم الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية: نفت المملكة المغربية ما تداولته وسائل إعلام إسبانيا حول منع مرور الغاز الجزائري المصدر إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية. وبهذا الخصوص قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة في تصريح للصحافة يوم أمس الخميس إن المغرب يدعم مواصلة عمل الأنبوب الذي ينقل الغاز من الجزائر نحو إسبانيا عبر التراب المغربي. كما شددت المسؤولة على أن المغرب عبر عن موقفه من مسألة مواصلة العمل بأنبوب الغاز في محادثات خاصة وفي تصريحة علنية، مؤكدة أنه يمثل أداة للتعاون الإقليمي. صحيفة هيسبريت الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية: أطلع وفد برلماني إفريقي بقيادة المغرب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسيكيدي أمس الخميس في كينشاسا على الاختلالات التي يعرفها البرلمان الإفريقي. وأوضح مجلس النواب المغربي في بلاغ اليوم الجمعة أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات الإفريقية المنعقد بالرباط بتاريخ 8 يوليو الماضي برعاية من البرلمان المغربي، والذي تم خلاله المصادقة بالإجماع على البيان الختامي الذي تطرق إلى عدد من الاختلالات المقلقة التي شابت عمل البرلمان الإفريقي منذ ماي من السنة الحالية. ومن يومية المساء نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة نهاية الأسبوع، وكتبت: قررت وزارة الصحة تخفيض أسعار 70 دواء ضمنها أدوية تستعمل في علاج بعض الأمراض السرطانية وأمراض أخرى مكلفة تخص أمراضا نادرة وغيرها. وقد دخل هذا القرار الصادر عن وزير الصحة حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للمملكة والقاضي بتحديد أسعار بيع 3 أدوية أصلية والمصادقة على أسعار بيع 6 أدوية جنيسة وتخفيض أسعار قرابة 70 دواء تتعلق بأمراض مختلفة منها تحديدا أمراض السرطان، حسب ما أوردته المساء. انتقل إلى عفو الله المرحوم أحمد والمحمد سالم والبوجمعة عن عمر يناهز 86 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة إيغوت. وانتقل إلى عفو الله المرحوم محمد نزار عن عمر يناهز 66 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة أيتبع مرانة. كما انتقلت إلى عفو الله المرحومة ملادة من تبعلي عن عمر يناهز 80 سنة، الفقيدة تنتمي لقبيلة رقيبات.
وانتقلت إلى عفو الله المرحومة السيدة منت محمود والبشير عن عمر يناهز 79 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة زركيين. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة فاطمة حربيل عن عمر يناهز 62 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة أيت بعمران. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة مليكة منت عبد الله ولد حبيب عن عمر يناهز 55 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة أيت الحسن. تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. والآن نتعرف على حالة الطقس المرتقبة ليوم غد. من المنتظر أن تعرف بلادنا يوم غد صعود سحب مدارية فوق أقصى جنوب المملكة مصحوبة برعد وقطرات مطرية متفرقة مع هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب مصحوبة بزوابع رملية محلية. درجات الحرارة نبدأها من العاصمة الرباط التي ستصل فيها درجة الحرارة إلى 25 درجة. بالأقاليم الجنوبية درجات الحرارة سوف تتراوح بين 37 بالعيون، 39 ببكراع، 25 بطرفاية، 39 بسمارة و 29 ببوجدور، بقليميم 32 درجة وبطنطان 26 درجة، بسيدي إفني 22 و 41 درجة بأسا و 39 بالزاك. جنوبا درجة الحرارة سوف تصل إلى 26 بمدينة الداخلة، 42 بكل من قلت الزمور وأمدريقة و43 بأوسرد و30 درجة بالقويرة. حالة البحر سوف تكون بين الهيجان إلى قليلة الهيجان وعلو البحر سيكون بين متر إلى مترين. شروق الشمس بمدينة العيون على الساعة 7:29 دقيقة والغروب على الساعة 8:21 دقيقة. بالنسبة لدرجات الحرارة المرتقبة في بعض المدن والعواصم المجاورة لبلادنا ستتراوح بين 34 في كل من نواذبو ونواكشوط وتصل إلى 35 بباماكو وإلى 42 درجة بتندوف، 43 درجة برابوني و43 درجة بالزويرات. وفي الختام هذا تذكير بأبرز عناوين نشرة هذا المساء. جلالة الملك محمد السادس ناصره الله يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى 68 لثورة الملك والشعب. تسجيل 8216 إصابة جديدة بكوفيد 19 وحوالي 8600 حالة شفاء و115 وفاة خلال 24 ساعة الماضية. المستشفى الميداني بقليميم تجهيزات ومعدات متطورة وكوادر طبية مؤهلة لمواجهة وباء كورونا. أمسية سعيدة نتمنها لكم مع تحيات كل فريق الأعمال. ختاما هذا كريم حضري يحييكم. أطيب المنى وإلى الملتقى.